الزقرنطه. الموب وبعد أن صنع التاريخ والمجد والمفاجأة ببلوغه الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الكاف، يحاول في مواجهة ذهاب نصف النهائي أمام الفتح الرباط. سلام عليكم. حاجة الأولى الحمد لله يا رب. ربي وفقنا. خاصة في مباراة يصعب فيها كل شيء أمام منافس ألف الخروج سالما من مباريات الدربي. فالفتح الرباطي تزعم المجموعة الثانية أمام كل من نجم الساحلي والكوكب المراكشي والأهلي الطرابلسي، وكان الأحسن فيها هجوميا ودفاعيا. لكن المولودية البجاوية أيضا أقصت العملاقين التونسيين الإفريقي والترجي سابقا، وإن لم يسجل زملاء يايا الكثير من الأهداف إلا أن الدفاع أيضا كان دائما حاضرا ولم يتلقى الكثير. كما أن المجموعة البجاوية تملك شخصية الفريق القوي الطموح تحت قيادة طاقم فني يجيد قراءة المباريات والخصوم. حذر رفقاء رحمن يجب أن يرافقه التركيز والفعالية الهجومية من أجل الفوز بالشطر الأول من المواجهة ولعب لقاء العودة بأريحية تامة وبمعطيات تساعده على الوصول إلى خط النهاية غانما. الأنصار ومثل ما عودون وأمتعون دائما سيدفعون بالمجموعة نحو التألق في أول مشاركة قارية للفريق، فكيف سيكون سيناريو مباراة الذهاب؟ نتمنى